طيب إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة الثانية بالكورس الثاني ضمن مادة الاقتصاد الهندسي، تكمل إن شاء الله تعتبر المحاضرة الأولى اللي سبق وشرحناها ونزلناها مسبقا. المحاضرة الثانية راح نتكلم بيها هي عبارة عن امتداد عن المحاضرة الأولى، وسبق ونوهنا إنه الفائدة الانترست بها نوعين، إما فائدة بسيطة وهي عبارة عن مبلغ معين بسيط يضاف على المال خلال فترة زمنية معينة، أما راح ناخذ وهي هاي الفائدة الموجودة الثانية هي الأكثر شيوعا وانتشارا واستخداما خاصة بالمشاريع، أي كانت المشاريع، تقديم العطاءات، فتح مشاريع، استثمار، invested anything، يسمونها الفائدة المركبة compound interest. ضروري تكتبون المصطلحات باللغة الإنجليزية لأن السؤال حيجيكم بهذه اللغة وتعرفون المطلب من عندها. هو شنو معناه تحميل معدل فائدة لرأس المال الأصلي وكذلك للمبالغ الفائدة المتراكمة، يعني ما أحمل الانترست مثل الفائدة البسيطة فقط على رأس المال الأصلي، لا احمل ايضا على الفائده المتراكمه خلال، يعني ايش قد تجي فائده، حتى هاي الفائده المتراكمه اخلي عليها فائده فتصير هي فائده مركبه. تمام عيني؟ قانونها هذا يكتب ضمن القوانين اللسه اللي سويتوها ايضا، الاس اللي هو هنا ترمز للكومباوند انترست يساوي لنا البي المبلغ الاصلي، البريسيبل 1 زائد اي، اي معدل الفائده، الريت مو الفائده، ريت اوف انترست، هذا كل القوس مرفوع للاس ان، الان هي يقصد بها الفتره الزمنيه المحدده. بعد ما تحسب الاس يساوي لنا البي، تجي على الاس يساوي لنا البي زائد اي اللي هذا اللي اخذناه، تحسب من عنده الفائده الكليه. نجي هنا له. مو كانه منطيك مبلغ، البي يساوي لنا 100 دولار، الان يساوي لنا 3، الاي يساوي لنا 5، فايند الاس والاي. الكالكوليتد تيبل قلت لكم هاي حذفوها، تجي تحسب منها تلقائيا الاس شو يساوي لنا؟ البي فاصله واحد يعني في 1 زائد اي اس ان، تحسبها. وبالمناسبه مو تنسون الوحدات، ضروري جدا مو تنسى الوحدات. نجي بعد ذلك الاي هنا بالعكس، راح تجي تحسب الاي شو يساوي لنا؟ اس ناقص بي، اس ناقص بي عكس القانون الاصلي الموجود بالسمبل انترست. تمام عيني؟ تحسب بهذه الطريقه الانترست وتحسب المعدل الكلي للريت اوف انترست، او اللي احنا نسميها الفائده الكومباوند انترست والانترست الاعتياديه، والريت اوف انترست هو منطيها. الكالكوليتد تيبل غير مطلوب من عندك. إذا كانت القيمة الحالية معلومة والقيمة المستقبلية مجهولة نطبق هذا القانون، يعني الحالية هاي الحالية يقصد بها والمستقبلية مجهولة نطبق هذا القانون اللي هو نفسه. وبالمناسبة يمكن تطبقه إذا كانت الانترست هي كومباوند، إذا ذاكر بالسؤال سمبل لا ترجع على قوانين السمبل، لكن إذا كومباوند تستخدم هذه القوانين، الاس يساوي لنا بي 1 زائد اي اس ان. يسمى المعامل 1 زائد اي اس ان بمعامل المبلغ المتركب، فيسمونه يعني الكومباوند اماونت فاكتور. تمام عيني؟ كومباوند اماونت فاكتور، فيصبح القانون التالي هذا. اكيد اذا المبلغ الحالي هو المجهول والمبلغ المستقبلي معلوم، فش تسوي انت؟ مجرد القانون نفسه تحوله، هذا هو القانون الاصلي وعندك هذا اس، فاذا اريد البي شو اسوي؟ الاس تبقى هنا بالبسط وهذا راح يصير مقام الها، فهذا هنا مثل ما تلاحظون هذا مقام الها تحسبها. معامل الصيغه الحاليه اللي هو البريزنت وورث فاكتور. نجي هنا الرسوم البيانيه للتدفق النقدي الكاش فلو دايجرام، هذا جدا مهم اجيب لك اياه بالامتحان الكاش فلو، لان ضروري جدا يمثل لك هذا عن طريق الرسم، يمثل لك انه انت الخط الاستثماري او خط العمل مالتك اللي خاص فيك وين راح توصل بالنهايه الى مبلغ بيه فائده ولا مبلغ، يعني توضحه بالرسم غير الحسابات النظريه. بالمناسبه هاي الرسم بخطوتين، اول شيء الخط الافقي يمثل لك الزمن، الخط الافقي يمثل لك الزمن، والخطوط العموديه تمثل لك اذا لي فوق يعني الاسهم، معناها انت راح تدخل لك اموال تسحب انت، يعني فشي موجب، واذا شكو شيء انت تدفعه يعني يؤخذ من عندك يصير نحو السهم نحو الاسفل سالب. تمام عيني؟ نجي على شغله ثانيه، من تمثل الزمن من اقول انا 3 سنوات تخلي على اول نقطه هنا وكانه زيرو، بعدك انت ما بلشت 3 سنوات، فهنا صفر، مشى سنه كامله هاي خلصت السنه، فتكتب هنا سنه، بلش بالسنه الثانيه هاي سنتين، هاي 3 سنوات، هاي نهايه 3 سنوات، بما انه انت كسبت
اجاك تدفق نقدي فيصير هنا بالاعلى، والمبلغ الاصلي اللي انت راح تنطيه ايش قد مقداره 100 دولار راح يصير للاسفل، لان انت راح تنطيه. تمام عيني؟ هذا ما وضحت لكم اياهم انا هنا كاملات، يمثل الخط الافقي مقياس الزمن، وتعتبر الاسهم هي التدفقات النقديه. اذا تدفقات نقديه داخله اليك فتصير للاعلى، ويعني موجبه مثل ما نسميها يعني استلام، واذا تدفقات نقديه خارجه من عندك يعني معناها سالبه، فشي يسمونها وكانه التدفقات يعني النقديه الخارجه من عندك شي يسموها انفاق، وكانه يعني انت حتنطيهن. فبهذه الطريقه الكاش فلو يجيك بالامتحان. تمام عيني؟ ده يقول لك اذا اودعت مبلغ مقداره 100 دولار و 200 دولار، بس ال 200 دولار بيمن بعد سنتين من الان، في يعني اول شيء ودعت ال 100، بعدين شو ودعت؟ ودعت ال 200، بعد سنتين من الان في حساب توفير، هذا حساب التوفير تابع لاي جهه معينه يدفع فائده مقدارها 10% فوائد سنويه، فكم سيكون لديك بعد 10 سنوات من الان؟ وتحسب اول شيء الفائده. بالمناسبه قال لك شنو نوع الفائده هنا؟ لا، فش ناخذها؟ فائده مركبه. اذا لم يحدد في السؤال نوع الفائده فتاخذها فائده مركبه، وارسم وراها شنو؟ الكاش فلو دايجرام اللي هو مخطط التدفقات النقديه. اول شيء تجي على الاس، اول شيء احنا نجي يعني تلقائيا عندي 100 وعندي 200، اجي على 100 احسب لها اس اول فائده متركبه لها. المبلغ الاصلي ايش قد؟ 100، افتح قوس 1 زائد اي اس ان، الان ايش قد؟ بعد 10 سنوات حسبته. نجي على الاس 2، الاس 2 المن لل 200، ايضا المبلغ ايش قد مقداره؟ 200 1 زائد اي اس ان، الان مو 10 لان انا ال 200 ما ضفتها ويا ال 100، ورا سنتين يلا ضفتها. زين ايش قد معناها راحت من 10 سنوات؟ راحت سنتين، فايش قد الان مالتها؟ 8. هاي ضروري تنتبهوا لها، والرقم اللي يطلع تخلي له الوحده. فالاكوموليتد النهائي ايش بيه؟ تحسبه هو عباره عن مجموع هذا زائد مجموع هذا، ويطلع بالدولار او بالعراق الدينار يعني حسب الوحده المتواجده الخاصه بالنقود. بعدين ترسم الكاش فلو. اول سنه، اول سنه بالصفر بعدك، ايش ودعت؟ ودعت ال 100، راح تمشي سنتين وش تودع؟ تودع ال 200، تمشي الدور 10 سنوات ايش قد بالنهايه؟ بالمناسبه انت تنطي، يعني شنو؟ يعني انفاق، يعني يصير الاسهم نحو الاسفل، تمشي مسافه 10 سنوات بعدين انت راح تستلم، ايش تستلم؟ تستلم هاي الفائده المركبه، هذا يصير نحو الاعلى. لاحظ هسه اول شيء انت بالسنه الصفر انطيت 100 دولار. راح تمشي سنتين من الصفر للواحد هاي سنه، من الواحد للاثنين هاي سنتين، راح تنطي 100 دولار ثاني 200 دولار هسه المره انطيت، الدور راح تكمل سنواتك الانترست تكتبها فوق، ايش قد السنوات المطقيها؟ هو انا قال لك 10، 10 راح بالنهايه تسحب فائده مركبه او برفت ربح. فهنا هسه عندك بالفيوتشر هنا يطلع الرقم، هو هذا الرقم. تمام عيني؟ هذا الكاش فلو ضروري تفهمه، كاش فلو دايجرام هذا اسمه، يعني بالامتحان بالمناسبة هذا تحاسب عليه محاسبة دقيقة، لأن بسيط وسهل، أي خطأ بي ما كاتب لي تسلسل السنوات، ما كاتب لي الآي، ما كاتب لي إذا تخطأ بنوع من الأسهم، رأساً تتصفر عليه، لأن ما يقبل الخطأ، يعني مثلاً هي ال 100 عبارة عن إنفاق، أنت مخلي لي السهم للأعلى، معناها الكاش فلو كله غلط، خلاص. ما انتبهت انت هذا الرقم كاتب لي غلط ودكتوره بس هذا العفو اني كان المفروض السهم من الاسفل يصير للاعلى، لا لا ما يصير، هو خطواته ثابته، عندك الخط الافقي مثل لك التايم سيريز المتسلسله الزمنيه اللي راح يمشي عليها يعني الحسابات اللي خاصه بك التدفق النقدي، والاسهم تمثل لك مقدار الانفاق او مقدار الاسترداد او الوارد اليك. فهاي ضروره تنتبه لها، الاسهم وين توجهها؟ وش قد المده الزمنيه؟ الاي، تمام عيني؟ هذا يسموه الكاش فلو دايجرام ومهم جدا يعني. هذا كاتبت لكم ايضا ملاحظه، اذا لم يذكر في السؤال نوع الفائده فتؤخذ دائما شنو؟ مركبه. نجي هنا الاكوفلنس التكافؤ، انه انا شلون اكافئ الاموال، يعني به قيمه المبالغ المختلفه من النقود في الاوقات المختلفه، يعني وسبق ونوهنا هذا الشيء، انه انا اليوم ودعت مبلغ بكذا، بعد بالمستقبل ما يصير هو نفس المبلغ، يختلف. ليش؟ لان القيمه الزمنيه او تغير قيمه الاموال، يعني خلال الزمن تتغير قيمه الاموال بتواريخ مختلفه.
نجي على البدائل، تعريفها الالترناتيف هو حل الاحتياط للحاله المعطاه، بحيث انه انا اقدر اقارن. وسبق ونوهنا انه اذا انا عندي كذا مشروع معين او كذا خيار، فاني عندي اكثر من بديل يسمونه البدائل الالترناتيف. بالمناسبه هذا يربطكم بموضوع اسمه الاوبتمايزيشن، ان شاء الله يمكن راح تاخذونه بالمرحله الرابعه. اللي امتى انا اربط موضوع الاوبتمايزيشن؟ من يكون عندي اكثر من خيار الترناتيف، فاني اسوي الحل البديل الاوبتمايزيشن. نجي هنا ناخذ التكافؤ الاقتصادي او المكافئ الاقتصادي الايكونوميك اكوفالنت. يقصد بالمكافئ الاقتصادي هو المال راح يتغير عبر الزمن، يعني ممكن المبلغ الحالي الان ما تستطيع ان تشتري به شيء مستقبلا بنفس هذا المبلغ، فهذا يسمونه التكافؤ الاقتصادي. فهسه نجي هنا بهذا المثال راح ناخذ من هنا ما هو معدل الفائده الذي يجعل المبلغين، لاحظ مبلغين، هذا مبلغ وهذا مبلغ، معدل الفائده يعني شو يريد معدل الفائده؟ يريد الاي المجهوله. اذا ما حدد لي نوع الفائده اذا شاخذها فائده مركبه. اوكي نجي، هاي اول شيء انه عرفت الفائده مركبه لان ما محدد لي بالسؤال شو يريد، شنو المطلوب؟ الاي هو المطلوب. مبلغين منطيك، هذا المبلغ وهذا المبلغ، المبلغ الاكبر هو وكأنه المبلغ النهائي اللي راح تسترده بعد كذا فترة زمنية، والأقل هو المبلغ الأصلي اللي أنت وكأنه راح تمطيه بالبداية. ف 2042 و3000 متكافئين، علما أن فرق الزمن بيناتهم مش قد الآن 5 سنوات. تطبق الاس يساوي البي، 1 زائد اي اس ان، الاي هي المجهولة، الان 5 سنوات، الاس هي 3000 المبلغ الأكبر المسترد، والبي هو المبلغ الأصلي اللي أنت راح توضعه، تحسب لقيمة الاي. الاي ورا ما تحسبها، تمام عيني، تعرفون هاي الحسابات بالحاسبة تطلع لكم، ما يعني نوصل مرحلة نعلمكم أنه هذا اي، نحسب نحول هذا الرقم نجذر، يعني هاي الامور الحسابيه عليكم ان شاء الله انتم عاد وصلتوا مرحله ثالثه. فتحسب الاي يطلع لك 0.088%. نجي هنا احسب مقدار المبلغ الكلي المكافئ، انتبه عند نهايه شنو؟ السنه الثالثه للتدفق النقدي. ممكن يجيك السؤال بالامتحان اجيب لك اياه، اجيب لك انا كاش فلو راسمته واقول لك احسب للتدفقات النقديه. تجي هسه انت وين هالسنه الثالثه؟ انتبه، هاي السنة الأولى، هاي السنة الثانية، هاي السنة الثالثة، هنا السنة الثالثة. عد من عد يا رقم عند 150. راح الآية منطق ياها، المبلغ اللي تضعه أنت بكل مرة منطق ياه، تحسب هسه شنو؟ مقدار المبلغ الكلي، وكأنه هسه كم أس عندك؟ أس 1، أس 2، أس 3، أس 4، أس 5 وأس 6، تمام عيني؟ نجي على أس 1. أس 1 ايش قد عندك مقدارها؟ 100. انتبه انت ما تحسب هاي المده الزمنيه كلها، احنا نريد عدمان عندنا نهايه السنه الثالثه، مو تحسب للخمسه، لا تحسب للسنه الثالثه. هسه تعال هنا ايش راح تقول؟ تقول 100، 1 زائد اي، الاي ثابته للكل، اس ان الواحد هاي حتى توصل للثلاثه ايش قد تاخذ فتره زمنيه؟ سنه، سنتين، ثلاثه، تاخذ 3 سنوات. تجي على الثانيه اللي هي 80 دولار، ايش قد تاخذ؟ طب كله هذا راح يتغير بيصير 80. الاي نفسه، الاي ما يتغير للكل، ثابت معدل الفائده، بس الان راح يتغير ايضا. فبكل حال راح بكل اس جديده تحسبها يتغير لك مقدار البي اللي هو المبلغ الاصلي، ويتغير لك مقدار الزمن. لاحظ هسه الاس الثانيه حتى توصل لنهايه السنه الثالثه ايش قد تحتاج؟ تحتاج سنتين. نجي على 120، هنا تصير البي 120، حتى توصل لل 150 ايش قد تحتاج؟ سنه واحده. نجي لل 150 نفسها هم نحسب لها اللي هي بنفس السنه. زين هي 150 بي، بس الان ايش قد؟ صفر. فراح تصير بس 150، تحسبها ك 150 لان ماكو ان، يعني ماكو ان راح تمشيها. نجي للي بعدها بالمستقبل. الان راح ينحسب لكن ينحسب ماينس سالب، لان انت راح تحسب في شيء فيوتشر ايش قد يجيك للحاضر. تمام عيني؟ فهذا راح ينحسب ماينس، فال 200 يصير البي، لكن الان اسموها سنه واحده يصير سالب 1، وهاي ال 100 يصير سالب 2 حتى توصل لل 150. هسه راح نجي نوضح لكم، لاحظ هسه هذا الاس نوت، يعني الاس عند السنه صفر بعد هي، ف 100 1 زائد هاي هي 10% فصارت 0.1، هذا مو ناقص 0.1 اس 3. اس 2 80 1 زائد 0.1 اللي هي 10% معدل الفائده، ايش قد؟ واس انتبه الاس ايش قد؟ 2. الاس 2 120 1 زائد 0.1، الناس تقولون ليش ما كاتب رقم؟ اس 1
بس الواحد ما كتبناه، بس هو اس واحد هذا ال 120 واس هنا واحد، تمام عيني؟ هذا من هنا لهنا الاس مالته واحد. بعدين الاس هاي اللي هو الاس 2، الاس 3 150، ال 150 ايش قد هي بنفس السنه، فما لها مده زمنيه فصفر، بس انتبه هذا مو معناه ماكو هنا، هذا واحد بس ما مكتوب، يعني هو واحد. تمام عيني؟ هذا صفر. السنوات اللي بعد السنة الثالثة وكأنه هنا راح يرجع من الفيوتشر للبريزنت، ايش راح يصير الزمن مالتهن؟ بالماينس، فسالب واحد سالب اثنين. هاي الأرقام اللي طلعت لك كلها تجمعها سوية، هو هذا يطلع لك الإكويفلنت سميشن، فتجمع هاي الأرقام سوى. تمام عيني؟ هذا السؤال انتبه بفقرة انه هو انطاك الكاشف له وانت تحسب له الإكويفلنت انترست. يجي هنا ما هو مكافئ مبلغ ال 10,000 دولار بعد 5 سنوات؟ مكافئ مبلغ، المبلغ البي عندك، الان عندك 5 سنوات، نسبة الفائدة عندك تحسب الاس، تطبيق مباشر. نجي هنا، ما هي المدة التي نحتاجها لنضاعف مبلغ معين بفائدة تساوي 8%؟ الاي عندك، تمام عيني؟ ما هي المدة؟ المدة الان هسه هي المجهولة. طيب انا هسه عندي الان مجهولة، الاي عندي، بقت ما عندي لا اس ولا بي. ايش دا يقول لك؟ انتبه لمنطوق السؤال. لنضاعف مبلغ معين يعني اضاعفه، لو افترضت انه المبلغ الاصلي بي. اذا المبلغ الاس شو يساوي لنا؟ مضاعف 2 بي، تمام عيني؟ فبي 2 بي ينحل مباشرة، البي والبي راح تنحذف وتطلع لك قيمة السنوات مقدارها 9، هذا تتأكدون من عنده، تطبيقه مباشر سهل، راح يطلع القانون هذا تطبقه أنت، هذا القانون. نفس هذا هنا الاس يساوي لنا البي 1 زائد اي اس ان، الاس عندك راح يصير 2 بي لان مضاعف، احنا اذا افترضنا المبلغ الاصلي بي، فهنا بي هنا ايش راح يصير؟ 2 بي 1 زائد اي اس ان، الاي عندك والان عندك، فهذا البي والبي راح يختصر يبقى لك 2، فتقسم الاثنين على 1 زائد اي اس ان، الان هي المجهوله وتطلعها من تحت الجذر راح تطلع لك 9 سنوات، هو الان صار لها منطقية فقط تطبقه. هنا ان شاء الله خلصت محاضرتنا لهذا اليوم، اذا عندكم اي سؤال استفسار تقدرون تراسلونا، نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضره القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.